عندي جوج اصدارات حول التوحد. الاول اصدار كان في 2014 باللغه الفرنسيه بعنوان مومو جو مابيلو تي جو سوي، والاصدار الثاني في اواخر 2018 بثلاث لغات بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه، توحدي انا اوتيستيك اوتيست جو سوي. هاد الكتب هادو الهدف ديالهم هو نشر الثقافه والوعي وتحسيس بطيف التوحد في المغرب، بحكم انني قبل طيف مدوي طيف التوحد، واضافه لاشتغالي في مجال التدريس وارتباطاتي المهنيه مع مجموعه من المنظمات الاجنبيه التي تحاول انه تقوم بتكوين الاطر في هذا الميدان. تشتغل على الملف ديال التوحد بقبعات مختلفه، القبعه الاولى كاب لطيف التوحدين التي يحاول انه يترافع، تنحاول شخصيا نترافع الحقوق الاشخاص مدوي طيف التوحد في المغرب. القبعة الثانية كإطار تربوي تنحاول أنه نشتغل وفي ارتباطاتنا المهنية مع مجموعة من المنظمات الأجنبية من خلال تكوين وتدريب والاطلاع على آخر مناهج وفيما يخص تعديل سلوك الأطفال التوحديين. والقبعة الثالثة أيضا من خلال الثقافة، بحكم أنني كاتب وعندي كما قلت مسبقا عندي جوج إصدارات حول التوحد، إضافة لفيلم وثائقي عنوانه Don't Forget Me أي لا تنساني باللغة الإنجليزية، هو إنتاج أمريكي اللي تصور في المغرب وتناقش الملف ديال التوحد من خلال قضيه دمج اطفال التوحديين في المغرب. فيما يخص اصداراتي حول التوحد، المصدر ديالها هو انه من خلال تجربه شخصيه، حكم انني كنت مدرس في الاقاليم الجنوبيه خاصه في مدينه العيون كاستاذ اللغه الفرنسيه لمده 13 سنه، ومن بعد اكتشفنا انه ولدنا سي محمد عنده طيف التوحد. قررت انني ناخذ هذه المبادره ثقافيا، بحكم انني لقيت في المجال المغربي انه ما كاينش مراجع مغربيه، كاين مراجع تجينا من كندا، تجينا من الولايات المتحده الامريكيه، من فرنسا، ما عندهاش ارتباط مع الواقع المعاش في المغرب. دونك هنا جات فكره، والكتاب ديال الكتاب هو خلاصه ديال التجربه اللي عشناها في العيون وبصوت طيف ندوي طيف التوحد. كما قلت مسبقا العنوان ديال الكتاب اللي مكتوب ثلاثة ديال اللغات بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه، توحدي انا اوتيستيك يعني اوتيست جو سوي، بصوت طيف مدوي طيف التوحد. انا الكاتب ولكن لست الراوي، الراوي هو طيف مدوي طيف التوحد، تحكي المسار ديال الاسره باكملها من خلال من ابتداء من التشخيص الى الدمج المدرسي الى الدمج المجتمعي الى نظره المجتمع المغربي للاشخاص مدوي طيف التوحد. هذه التجربه هذه بيان سور طلبت منا مجموعه ديال البحث فيما يخص هذا الميدان بحكم تجاربي مسبقه في المجال ديال التدريس، اضافه ارتباطاتي المهنيه ككوتش ترينر مدرب في مجال التوحد. وتنحاول انهم خلال هذا الكتاب هذا نخلي واحد البصمه اللي غتكلم على توصل صوت الاطفال الاشخاص ذوي طيف التوحد في المغرب في المجتمع والاصحاب القرار، خاصه الوزاره الوصيه ووزاره التربيه الوطنيه ووزاره الاسره والتضامن ووزارة الصحة. الكتاب موجه للعموم، للقارئ الصغير والكبير، حيث الهدف ديالو هو انه من خلال الكتابه حاولنا انه نناقشوا ملف ديال التوحد كيف هو على ارض الواقع في المغرب بصوت طيف مدوي طيف التوحد. هو كتاب تحسيسي توعوي بصوت طيف مدوي طيف التوحد، هو للعموم، والكتابه ديالو تمت بطريقه سلسه وبسيطه جدا لاي قارئ انه يمكن ليه انه يطالع عليه وغادي يفهم وغادي يتعايش مع التوحد ويتعايش مع ويتضامن مع الاسر الاطفال التوحديين خاصه وابنائنا مدوي طيف التوحد.